على الجمل الشرطية. ببساطة كده الإيف هيجي بعديها كونديشن أو هيجي بعديها شرط. الشرط ده لو صحيح الإيف بلوك أو المجموعة بتاعة الأوامر اللي جوه القوسين بتوع إيف هيتنفذوا، ولكن الشرط ده لو غلط كأن الكلام ده كله مش موجود وهيكمل بعد البلوك بتاع إيف. طيب تعال نشوف الاستراكشر بتاع إيف زين كده. أنا عايز أسمي التايتل بتاع البيج بتاعتي إيف ستيتمنت، وهدخل جوه السكريبت تاج وعايز اسمي تو فاريبلز عندي اكس وواي، فاقول له الفاريبل بتاع اكس واعمل له انيشال فاليو بيساوي 5 سيمي كولون، وهقول له الفاريبل بتاع واي وهعمل له انيشال فاليو بيساوي 9 مثلا سيمي كولون. او خليهم هنبدا الاول بالتو فاليوز متساويين، وبعد كده هكتب الايف بلوك. فهو بيتكون من كلمه ايف اي اف لو يعني، واحط القوسين اللي هيبقى بينهم او يعني هيبقى جواهم الشرط، والبلوك بتاع ايف هيبقى كله بين التو كيرلي براكتس دول، هيبقى هو ده البادي بتاع ايف. واي حاجه هتيجي بعد القوسين دول هتتنفذ في كل الاحوال في حاله الشرط غلط او صح. فعايز اطبع كلمه انت دبليو ار، اكتب دوكيمنت دوت دبليو ار وهدوس انتر، وهحط التو كيرلي براكتس وهقفل البراكت ده واحط سيمي كولون، وعايز اكتب جوه كلمه انت. طيب انا دلوقتي عايز اقول ايه؟ لو اكس بتساوي واي اطبع لي اكس هتساوي واي. هقولها ازاي؟ قال لك لازم تكتب اكس ايكوال ايكوال واي. ليه بقى؟ لان انا لما اقول اكس بتساوي واي بس، يعني انا كده جيت في العنوان اللي اسمه اكس حطيت قيمه بتساوي 5، ولكن لما اجي اقول لو اكس بتساوي واي هنا انا بعمل مقارنه ما بين اتنين، فلازم افرق ما بين الاساينمنت اوبريتور وما بين الكومباريزون. ففي الكومباريزون لما باجي اقارن بين تو فاليوز لازم احط تو او ايكوال ايكوال. فا اف اكس ايكوال ايكوال واي بمعنى لو اكس بتساوي الواي فاطبع لي اكس تساوي واي. فهاجي هنا اقول له ايه؟ دوكيمنت دوت رايت دوت دبليو ار وادوس انتر سيمي كولون، واخش جوه اقول له ايه؟ اكس ايكوال واي. هسيب الكلام ده وهاجي اران الكلام ده على الفايرفوكس، لقيته طبع لي فعلا اكس ايكوال واي، وبعدين طبع الاند بعدها على طول. فاحنا بس كل اللي هنحطه هنجمع على الدوكيمنت دوت رايت اللي هي دي، هجمع عليها بس البي او تاج، اي حاجه هجمعها عليها بالشكل ده، واخش جوه احط البي او تاج وهسيف. ولو جيت عملت اف 5 او دوست اف 5 هنا هلاقي كل واحده كتبت في سطر لوحدها فعلا. فانت شايف الموضوع يعني بسيط جدا. طيب تعال نشوف بقى، لو انا عايز اقول اكس نوت ايكوال واي اطبع لي اكس نوت ايكوال واي. فانا عايز اشوف كل الحالات بقى، اكس نوت ايكوال وجريتر زان وليس زان والكلام ده كله. فهاخد الكلام ده كوبي وهعمل له بيست 5 مرات، وهاجي في او في تاني واحده هقول له نوت ايكوال يعني لا تساوي. هتتعمل ازاي؟ هحط علامه تعجب ويساوي. طيب جريتر زان او اكس اكبر من واي، اكس اكبر من او تساوي واي هتتكتب بالشكل ده، ما ينفعش اكتب اليساوي قبل الجريتر زان. وعايز اقول له اكس ليس زان واي، وعايز اقول له ليس زان ايكوال واي، وعايز اغير بقى الجمله اللي هتطبع. في اول واحده مش هعمل فيها اي حاجه هسيبها زي ما هي، في تانية واحده هقول له ايه؟ نوت ايكوال، في تالت واحده هقول له اكس جريتر زان، هي المفروض is greater than يعني is equal بس مش مشكلة. هقول له x is greater than or equal أو greater أو x greater than or equal. وهنا هقول له x is less than. وهنا هقول له less than or equal. يبقى انا متوقع طالما اكس بتساوي الواي هيطبع لي اول بلوك ده هيتنفذ لان الكونديشن بتاعه صحيح، تاني بلوك مش هيتنفذ لان الكونديشن بتاعه خاطئ فكانه مش موجود، تالت بلوك
مش هيتنفذ لان الكونديشن بتاعه خاطئ. رابع بلوك هيتنفذ لان الكونديشن بتاعه صحيح، لان انا بقول له عندك حالتين، لو اكس اكبر من واي اطبع الكلام ده، ولو اكس بتساوي واي اطبع الكلام ده. فانا عندي اكس بتساوي واي فلازم يطبع الجملة دي. هنا مش هيتنفذ لان الكونديشن خاطئ، اكس less than واي ده غلط، اكس is less than or equal ده صحيح لان اكس بتساوي الواي، وفي كل الاحوال طبعا هيطبع الاند. فانا لو سيفت الكلام ده وبعدين دوست هنا F5 هلاقي طبعا x is equal y, x greater than or equal y, x less than or equal y و end في النهاية. فانت شايف كده بالشكل ده قدرنا نعمل ال simple condition، لان بعد كده هنتكلم على ال complex condition. تعال نتكلم بقى على ال complex condition، وانا احتفظت بالجملة النهائية دي اللي هتتنفذ في كل الاحوال، وعايز اجي اقول له ايه. عندي فاريبل اسمه اليوزر نيم وفاريبل اسمه الباسورد، فاقول له var يوزر نيم equal to curly brackets سيمي كولون، واحط القيمة بتاعت اليوزر نيم علي، واقول له الفاريبل بتاع الباسورد equal عايز اعملها مثلا ASD، وهكتب البلوك بتاع اف اي اف والتو باكتس، وافتح الكيري باكت وارجع اقفله تاني، وابدا اكتب البادي بعد ما اكتب الكونديشن بس. فانا عايز اعمل كومبلكس كونديشن. الكومبلكس كونديشن ده ايه بقى؟ عايز اقول له فيه لو اليوزر نيم بيساوي علي ولو الباسورد بيساوي اي اس دي اطبع له رايت باسورد اند يوزر نيم، او رايت يوزر نيم اند باسورد. فهتكتب الكلام ده ازاي؟ قال لك بكل بساطة، انت كنت لما بتكتب كونديشن واحد بتكتبه بين القوسين دول، طيب لو عايز تكتب اكتر من كونديشن هتكتبهم برضه جوه القوسين دول. فهاجي جوه القوسين كده وهبدأ اعمل اول كونديشن هيتحط بين القوسين دول، وهعمل تاني كونديشن هيتحط بين القوسين دول. طيب تعال نشوف اول كونديشن. انا عايز اقول if اليوزر نيم بيساوي علي، فهتاخد الكلام ده كله كوبي وهتيجي جوه اول قوسين هتعمل كنترول في، وهل انا كده ماشي صح؟ قال لك لا، انت كده استخدمت الاساينمنت اوبريتور، احنا عايزين نستخدم الكومباريزون، فلازم تقول له ايه ايكوال ايكوال. فهنا معنى ان انا بقول له if اليوزر نيم ايكوال ايكوال علي، يعني لو اليوزر نيم بيساوي علي فنفذ الكلام اللي جاي ده. وعايز تاني حاجه اقول له ايه، if الباسورد ايكوال ايكوال اي اس دي، نفذ الكلام اللي بين البلوكات دي. طيب انت هنا عايز تقول له ايه؟ ان الكونديشن ده يبقى صحيح، والكونديشن ده يبقى صحيح. قال لك انا عايز التو كونديشنز يبقوا صح، فتستخدم اند يعني و. بكل بساطة هتعمل شيفت وهتدوس على 7 مرتين، فزي ما استخدمنا الكومباريزون اوبريتور ايكوال ايكوال، لما اجي اقول و وبتكلم على تو كونديشنز لازم استخدم تو اند، عن طريق ان انا ادوس شيفت مع اف 7 في وقت واحد، مع 7 اسف في وقت واحد. هتبدا تكتب هنا البادي بتاع الايف، فانا عايز اطبع دوكيمنت دوت رايت دوت دبليو ار، ادوس انتر واخش هنا اقول له ايه، رايت باسورد او رايت يوزر نيم اند باسورد، ونسيف الكلام ده ونعمل ريفريش للصفحة. فلقيته طبع لي فعلا رايت يوزر نيم اند باسورد، وبعدها حط اند طبعا، لان انا برضه نسيت كالعادة ان انا اطبع او يعني احط التاج بتاع البي او. فتعالوا نرجع نضيف بس التاج بتاع البي او، ونريفريش الصفحة، فقال لي رايت يوزر نيم اند باسورد، يبقى انا فعلا كان ال two conditions عندي صحاح. طيب تعالى نغير في واحد ونسيب التاني صح، يعني دلوقتي ده بقى اللي غلط، بس نشوف الكلام ده هيتنفذ ولا لأ. فنسيف نعمل ريفريش، لقيت اند بس اللي اتطبعت، لان لازم ال two conditions يبقوا صح. طيب تعالى نشوف لو عايز one condition بس يبقى صحيح، لو عايز واحد من ال two conditions دول يبقوا صحاح بس، هتستخدم ايه؟
فانا هدوس شيفت والعلامة اللي جنب الباك سبيس او العلامة اللي جنب الزائد واليساوي من على اليمين، يعني عندك الكي بتاع اليساوي في علامة جنبه او في كي جنبه على اليمين، تدوس شيفت وتدوس الكي ده مرتين، هي دي معنى او. فهنا انا بقول له لو الكونديشن الاولاني صحيح او الكونديشن التاني صحيح نفذ الكلام ده، يبقى انا محتاج واحد بس من التو كونديشنز دول يبقوا صح. فهسيف الكلام ده، وخد بالك ان انا فعلا غيرت العلي، يعني انا هنا عندي بس الاي اس دي هي اللي صح. طيب لو عملت ريفريش للصفحة هلاقي الكلام ده اتطبق، وهنا هقول له ايه لازم اغير، هنا اقول له ايه اور بقى وهسيف، وهنا بقول له ايه يوزر نيم اور باسورد، يعني عندك يا ده صح يا ده صح، يا اما الاتنين صح، لان هما لو الاتنين صح فعلا هينفذ، مش هيبقى عنده اي مشكلة. انا عندي هنا التو كونديشن صح هينفذ برضه، لان واحد من الاتنين كفاية او الاتنين كفاية، لكن لو الاتنين غلط مش هينفذ اي حاجة. يبقى انا لازم يبقى عندي هنا التو كونديشنز مش متحققين عشان ما يدخلش جوه البلوك بتاع if. يبقى هو ده البلوك بتاع if، وده اللي احنا اتكلمنا عليه الكومبلكس كونديشن. فلازم تحافظ على الاستراكشر الاساسي بتاع الاف، الاستراكشر الاساسي بتاع الاف ان الكونديشن اللي بيسمح لك ان انت تدخل جوه البلوك بتاع اف وتطبع او يعني وتنفذ الكود اللي جواه، ان يبقى الكونديشن اللي بتوين التو باكتس دول يبقى صحيح. خد بالك التو باكتس دول الخارجيين دول هم اللي يعني بيتضمنوا كل الكونديشنز اللي عندك، يا اما واحد يا اما اكتر من واحد. طيب لو عايز تضيف اكتر من كونديشن لازم تحط كل كونديشن منهم جوه تو باكتس مستقلين، وتفصل ما بينهم يا اما بانت يا اما بأور، ولازم تطبق الكلام ده بايدك عشان تتعود على السينتاكس بتاع الايف. وطبعا زي ما انت هتشوف بعد كده ان الايف ستيتمنت دي مهمه جدا، ومفيش برنامج مهم بيخلو من الايف ستيتمنت.